شيك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. باش نبقى في تونس اقوم بمهامي اما المهنيه او الاسريه، وسيكون لي دور الراي عندما يطلب مني الراي. العمل السياسي، العمل السياسي عنده اوقات، وانا المده اللي قضيتها من حياتي اتصور انها كافيه وزياده. اليوم ليس معروضا امامي اي مجال لعمل سياسي بشكل رسمي، ولذلك انا ساسخر نفسي لعمل مهني، باش نقتاد، باش ناكل خبزه وكيف الناس، انا محامي، وباش نوفر شيء من الدفء في عائلتي التي تشتاقني منذ مده طويله. نفهم هذا ستعتزل السياسه؟ لا، العزله لا تكون لمن له روح تتشوف نحو الافضل ونحو الاحسن، والمجالات عندما تتاح ستجد من يشغلها ويقوم بواجبه فيها. ستبقى في حركه النهضه تنظيميا؟ حركه النهضه على كل حال انا ما زلت الان نشوف وضعيتي فيها، اذا كان ما نجمش نادي واجب الحركة من داخلها، الأفضل أن أصبح من المنتسبين التاريخيين لها، وأنا يحق لي أن أكون منتسبا تاريخيا لأني مؤسس فيها وعاشرتها طوال هذه المدة، وهذا يكفيني فخرا.